وقفت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة ساق مركبة على إثر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت تسير بسرعة جنونية مع قيام السائق رفقة مرافقه بمناورات خطيرة على مستوى الجسر العملاق صلاح باي، أين تسببت السرعة المفرطة في انحراف المركبة لتصطدم مباشرة بجدار اسمنتي لإحدى المقرات، ملحقة خسائر مادية معتبرة بالمركبة والجدار. على إثر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمركبة سياحية نوع فولكسفاجن الجيل السابع التي كانت تسير بسرعة جنونية مع قيام السائق رفقة مرافقه بمناورات خطيرة على مستوى الجسر العملاق صالح باي، ونتيجة لعدم تحكم السائق في مركبته بفعل السرعة المفرطة انحرفت به المركبة لتصطدم مباشرة بجدار اسمنتي لإحدى المقرات، ملحقة خسائر مادية معتبرة بالمركبة والجدار. على إثرها تم تشكيل دورية مكونة من وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة ممثلة في الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة للتنقل لمكان الحادث والقيام بالمعاينات مع توقيف المتسببين في الحادث بعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة. تم توقيف الفاعلين بجنحة تعرير حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر بانتهاكه المتعمد والبين لواجب من واجبات الاحتياط والسلامة.